ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قضية التقليد مع الاجتهاد، هل الناس جميعا هم مؤهلون للاجتهاد؟ لا، أغلب الناس ليسوا مؤهلين لأن يجتهدوا، ومن ثم فإن أغلب الناس هم مقلدة ومقلدون، وقديما كانوا يقولون من تبع عالما لقي الله سالما. والتقليد حتى تقليد مراتب، الأولى للمقلد أن يعرف دليل من قلده ومن تبعه، هذا هو الأولى والأليق. ولكن عوام الناس لا يطالبون بالدليل، وإنما هم تبعوا عالما وتبعوا ما قال لهم المفتي وما قال لهم الفقيه، فهم يتبعونه في عباداتهم وفي معاملاتهم، والحمد لله رب العالمين. وهو أعلم بما وهو أعلم بالشرع، المفتي والفقيه هو أعلم بشرع الله سبحانه وتعالى، فهو يدل الناس على الدين ويعلم الناس دينهم، يعلم الناس دينهم بلينين وبرحمة وبيسر وبسهولة. وهذا معنى قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. فلا شك أن هذا الذي يعلم الناس الوضوء والتوبة والصلاة وقراءة القرآن بهذا اليسر، لا شك أن هذا هو الرباني، هم الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره. فيعني هذا يقول لك صلي هكذا، والحمد لله رب، وأنت تصلي دون أن تطالبه بدليل ولا بغيره. لكن هناك فئة وهي قليلة، فئة من أهل النظر ومن أهل العلم، هؤلاء ينبغي أن لا يقلدوا غيرهم، بل يحسن بهم أن يجتهدوا وأن ينظروا وأن يستنبطوا كما استنبط ونظر الذين من قبلهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاصة هي أن التقليد ليس عيبا إطلاقا، وإنما العيب هي أن يقلد الواحد غير العالم، أن يقلد الجهلة، وأن يقلد البعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يقلد غير المتقين. أما إن قلدت متقيا وإن قلدت عالما فتقليدك هو في محله، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع.